السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. مزق مواطنون من أهالي حي المتنزه أحد الملصقات الانتخابية لمرشحي الأحزاب في محافظة ذي قار، وذلك أثناء الترويج السياسي لانتخابات مجالس المحافظات، ما اعتبره الأهالي سرقة لجهود متظاهري ثورة تشرين ومطالباتهم بتوفير الخدمات في حي المتنزه. هذا وأكد الأهالي رفضهم القاطع لتعليق مثل هكذا ملصقات داخل المنطقة، وأن هذه الأعمال ما هي إلا أفعال المرتزقة والجيوش التابعة للأحزاب السياسية كما قالوا. لنشاهد صورة كل وجهاء بالمنطقة، ماكو لا حد يجي يظل يهمبل هنا. محافظ بزود الزلم بزود تشرين هي سوت. شوفوا هذا الشوارع بزود تشرين. ربما أن اقتصر الأمر على بعض الملصقات الانتخابية أمرا هينا، لكن دعونا نتابع هذه الخدعة التي مارستها وأشرفت عليها ونفذتها المرشحة عن الإطار التنسيقي وصال الأسدي. خدعت هذه المرشحة الفقراء والمحتاجين في محافظة كربلاء. كيف تمت هذه الخدعة؟ طبعا الخدعة كانت من أجل الحصول على مكاسب انتخابية. وثق أحد الناشطين حديث مواطن أكد قيام هذه المرشحة عن الإطار التنسيقي وصال الأسدي بتصويره أثناء منحه بيتا ليسكن فيه، وبعد الانتهاء من التصوير ونشر المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي كدعاية انتخابية، قامت هذه المرشحة وصال الأسدي بطرد المواطن مرة ثانية من هذا البيت لتعيده إلى حياة التشرد. وبعد أن أثيرت هذه الضجة، قامت المرشحة بحذف المقطع الذي يظهر فيه تسليم المنزل إلى المواطن من مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد الآن الصورة التي سنتابعها، فيها المقطع الحقيقي الذي يبين عملية تسليم النائبة للمواطن هذا المنزل. كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، وصال الأسدي هذا من صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: وعدت وأوفت الوعد وصال الأسدي. وطبعا كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، يظهر في هذه اللقطة، طبعا لم نستطع الحصول على المقطع بسبب أنه حذف، لكن من استطاع من النشطاء الوصول إليه والتقاط هذه اللقطة من الشاشة، يبين بأن هذه النائبة وصال الأسدي تتحدث مع المواطن الذي سنعرض مقطعه بعد قليل، وتسلمه هذا المنزل ليسكن فيه. الآن دعونا نستمع مشاهدينا الكرام لهذا المواطن الذي، هذا طبعا الناشط، سيظهر المواطن بعد لحظات، الذي ظهر وتحدث عن عملية طرده من منزله الذي تسلمه من النائبة وصال الأسدي. لنستمع. أنا هذا الفيديو ما راح أطول به، راح يشوفون أنه نموذج لبعض المرشحين في مدينة كربلاء شلون يتلاعبون بعواطف الناس. شخص كبير بالسن استغلوه، جابوه على أساس أنه هذا البيت لكذا مرشحة، وبالتالي المرشحة طلع البيت أصلا هي مأجرته وما دافعة إيجار. راح تسمعون القصة من الحجي، راح يطلع بالفيديو، وراح يشوفون فيديو آخر يستعرضون به ذول المرشحين، وعلى أساس جابوا له بيت ومسوي لهم موسيقى ومسوي لهم قصيدة، يتلاعبون بمشاعر وعواطف الناس ويرقصون على جراحات الناس. ما راح تشوفون، راح تشوفون الفيديو حتتعرفون على هاي القصة وحقيقة بعض المرشحين من جماعة الإطار في محافظة كربلاء. انطتك البيت، شنو قلت لك البيت شنو؟ قالت لا ما حجي إليك حلال أنت لعلان. وجا حتى بيت البيت اللي قعدنا والعالم مجتمع قاعد تتعامل ويا البيت إليك، وقامت طلعت الأغنية إحنا ما عندك أصل. وقلنا ما أدري شلون، والله ما أعرف شلون الأغنية مالتها. زين إحنا ما عندنا مطالع ويا 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 شعبنا وما أدري شلون. زغت قالوا تعال وينك جنان انت ابو مصطفى يا معود.
لك زحنا علي يا عمي زحنا والله ما ادري صار زين من انطتك البيت وراها شنو قالت لك شنو دزت لك اخر شيء هذا التسجيلات موجوده لا عوف التليفون سمعتها انا ايه شنو دزت لك قالت لي اليوم تطلع تجيب ستوته وتخليهن ورا البناية ولا تحشي لأي واحد يصحى التليفون على مود افتين قلت له ما اريد ملك بس فلوس اجار هاي المره اعطيني اياها ما اسببيت ما قدرتي وطلع مو اليك وطلع الغراض نصير مو اليك قلت لي هذا اليك هذا اليك هذا اليك وطلعت كل شيء ما اليك زين طلع مالات اخوه مثل مالات ابوه والله ما اعرف اني المه زين شنو بايقاني قلت له زين بخليك غراضي انا وين العب بالحضره ما فيك عمو ما فيك انت لو تدري مثلا تساعدين هذا الرجل لو ما تقدري اقول ما اقدر المهم حجي بالمحصلة بالأخير قلت لك اطلع من البيت زين من نطتك البيت سوت صورتك صورتني وبعد صورتني ناشرته انه هي مصيتها كبير بيت وراها بيومين قلت لك اطلع من البيت اي والله العظيم نستعرض الآن مشاهدينا الكرام بعض المقاطع التي بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أحمد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الرجل أدري بقصته والله يعينه، يشتغل يمي حارس ليلي وحالته جدا صعبة، ضحكت عليه النائبة وصال الأسدي. زهراء تقول ونفس هاي القائمة أحد المرشحين أطلب 5 مليون وعندي تسجيل عليه، قال لي خلال أسبوع أجيبهم إليك وهسه ما يرد، صار سنين عليه فلوسي. تعليق من سيف يقول الله لا يوفقهم، من هسه هم دي يضحكون على العالم، لعد إذا يصعدون شلون. محمد يقول ترى صارت قديمة هاي الأمور، يعني جريمة، ما نريد نستوعب أنه إحنا صايرين مضحكة بيد فلان وفلان. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. ناشد أصحاب دراجات توصيل الطلبات في محافظة البصرة الجهات المعنية للتدخل من أجل إيقاف محاربتهم في أرزاقهم من قبل السيطرات ودوريات المرور لمختلف الأساليب أو بمختلف الأساليب وحجز مركباتهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل رفع هذا الحجز. لنستمع. دراجات أصبحت حجزها وتوقيفها بالشارع رزق لبعض الأخوة الاجتهادات الشخصية، يم مواطن سايق دراجة دلفري يسترزق الله ويوميته 15-20 ألف أعزائي المشاهدين، عنده 3 نفرات 4 يكد عليهم، أفضل ما يروح بغير طريق ويخرق الأمن بالمحافظة، فبالتالي رايح مودي طلب خذوا الدراجة من عنده. قال يسمع السيد قائد شرطة البصرة أنا أدري بالقائد مانع توقيف الدلفري باعتبار علوانه واضح ويشتغل دلفري ومو من هاي الناس للزنبر فريد يعيش ويوكل عائلته. سيد قائد شرطة البصرة رغم أكو عدة ثبوتيات بالدراجة وأوراق رسمية وقفوا الدراجة. من وقفوا الدراجة؟ راجع قص صار لك تراجع جاوبني صار لك شهر تراجع على الدراجة هاي. نعم راجعت رادوا من عندك قالوا لك رقم انت رغم عندك اوراق فيها ثبوتيه تثبت باسمك فيها اوراق رادوا من عندك رقم ايش قد سعر الرقم المعقب قال لي 550 550 معقب قال لك خوش قلت لي اجاني واحد شنو جاك شيل منك بالنفس اللي كتبنا هو نفس الوقت اي من خذ الطلب وخذ من سلسلات الشتوني اي باوع الكاميرا قال لي ثاني خابرني قال لي اعطيني 450 نعم العفو 400 نعم اركب لك كويت بابور وطلع لك صار على توسي ومعامله وخفصه نعم طبعا راتبها من يم لك نعم ب 400 قلت انا عندي 400 شنو صرت دراجه اصوليه ورقمت اعطيني مجال هسه الرقم ب 550 وما راح اذكر اسم المركز احتراما خاف للمركز بيتشم شريف منتسب من المركز قال لك ارتب ويا الضابط واطلعها ب 450 400 هسه زور على 50 اي اول مره 450 قلت ما 400 فبالتالي حجز الدراجات جاي يسبب فساد واذيه على اصحاب الدخل المحدود، المراكز او منتسب تابع لمركز امني جاي يساومه يقول له ب 400 تتحمل كلام مسؤول تتحمل مسؤوليه الكلام واذا تريد البس عندهم وجهك تعال لصوت تتحمل مسؤوليه كلامه تحمله كله تحمله سيد مدير مرور البصره او دار التسجيل اللي تراسه السيد مدير مرور هسه تعطيته سنويا وصل لوحه امتى تعطيها له هسه مثل ما طبعت هاي اطبع اللوحه شنو جاي يصير وياك وانت عندك سنويا وصل شاهد عليه وشاف العباس اي دوري كتمه او مشتركه
ياخذ الطلب من عندي وخليني انا اتحمل مسؤوليه الطلب المطعم يعاقبني وخصوماتي وما تروح او ياخذ فلوس بجيبي وهاي سنويتي باسمي. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل الى مقطع اخر، حيث وثق ناشط من محافظه البصره ايضا حديث احد اصحاب السيارات في المحافظه، وهو يؤكد قيام المرور بحجز مركبته بالرغم من سلامة الأوراق الثبوتية له، وكذلك تمت مطالبته بدفع غرامة مالية في الوقت الذي يغض الطرف عن تجاوزات أصحاب السيارات المضللة التابعة لأقارب المسؤولين والتابعين للأحزاب السياسية كما يقول النشطاء. لنشاهد. وعدة جنسية بس شاء القدر جنسيته ما كانت موجودة بجيبه، فطلع الجنسيه بالتليفون اعزائي المشاهدين مثل ما جاي تشوفون، هاي جنسيته وهاي السنه طابق باسمه، قال له هاي والدي اتصلت بيه راح يجيب لك جنسيه بيدك، شو يقول لك من قلت له والدي راح يجيب الجنسيه؟ قلت له دقيقه 10 دقائق بس خليه يجيب والدي، روح الحجز وهناك ابوك يجيك. يعني انت ما طلعت له الجنسيه؟ طلعت له جنسيته وراويته، قلت له السنويه باسمك؟ قلت له اسم السنويه باسمي، قلت له هاي جنسيتي مصوره بالنقاد، قلت له تريد اجيب لك ابوي يجيب الجنسيه؟ قال لا ما تاكل عندي. قبل الحجز جنسيه ما تاكل. ايه. سيد وزير الداخليه الغي الجناسي بالعراق باعتبار احد الاخوه الضباط يقول الجنسيه ما تاكل. نعم رحت للحجز شنو صار؟ الحجز قبل لا حد قال شنو ورقه قبل الحجز قبل البيت. هسه انت وصلت للاختصاص للحجز. الحجز باعتبار يوم المرور مختص وهو صدر لك هاي السنه. ايه. من رحت للحجز ما قال لك شنو مخالفتك؟ ما قال لي قبل قصر وصل قبل دخل هالحجز. زين انت ما قلت له انا عندي رقم وعندي سنوية قانوني. حاجيت قلت له سنوية ورقم وهاي. ما سألك على مخالفة؟ ما قال لك جايب الرون جايب العكيز؟ ما سألك ايش ما. أنت مخالف؟ لا. رحت بسايدي. بسايدك. كرستك سيطرة أمنية طلعوا بيك سلموك المرور. صحيح. فبالتالي ناشد السيد مدير مرور البصرة باعتبار هاي السنوية أنت مصدرها والمواطن رسمي جنسيته وسنويته ورقم. فالسيد مدير مرور البصرة هاي السنوية صادرة من عندكم ووصلت للاختصاص للمرور. يفترض من مدير الحجز مال المرور او الشخص المعني بالمرور يقول له ابويا انت هاي عندك سنويه وعندك رقم واصولي، ابويا انت ضابط الامن جبت لي هذا ما مخالف، يفترض يطلع. هسه بالتالي هذا واحد من مئات. سيد مدير مرور البصره باعتبارك انت مسؤول على هاي الرعيه، تابع مؤسساتك، تابع الحجز، تابع الضباط، قول ابويا لا تجيبوا لي واحد قانوني. السيد قائد شرطه البصره في حال نزل السيطرات للشارع قلهم القانوني العده السنويه العده وصل خلوه يعبر. واتمنى من الاخوه السيطرات والضابط المعني كذا هذا الولد حسن الفقير اللي اجى دقبابي هسه وناشدني وياك المظلله اللي وياك بدون رقم اللي وياك بالفدراليه وياك المصفحه جزاك الله خير بما انه وقفتها وقفوا المخالف. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل الى مقطع اخر، اذ شكى مواطن أو ناشط فساد أو شكى من فساد دائرة المرور في محافظة البصرة التي تمنع إدخال الهاتف الجوال من أجل عدم فضحها ونشر الفساد الإداري والمالي داخل تلك الدائرة. لنشاهد. مرور البصرة إيش دعوة هالخوف؟ إيش دعوة هالخوف؟ هذا السرى كله على مود يسلم التليفون مالته. إيش دعوة هالخوف؟ خاف يطب مواطن ويا التليفون حتى لا يصور وينشركم ويفضحكم. لو تهتمون بالمعاملات مع المواطن بقد ما تهتمون بالتليفونات تسحبوهن كان الناس بخير. باوع السرى باوع نص ساعة يوقف حتى يسلم الموبايل حتى يطب للمديرية مع المرور مال البصرة. أي باه أي باه شلون خوف والله العظيم. نستعرض الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. رائد يقول مرور البصرة من تدخل إلا ماكو احترام أبد من الاستعلامات وانت داخل، أسلوب زفت المعاملة يشمرها عليك عبالك مجدي بباب بيته ولا أكو ذرة احترام. محسن يقول ليش يخافون من التليفون؟ لأن الفساد علني. حيدر يقول روتين وتوقيع وختم فلان وختم علان وهم يغلطون بالمعاملة والمواطن يتحمل، الله شاهد 3 أشهر على تجديد إجازة سوق ولحد هسه ما كملت، واحد يشمرني على الثاني وهاي فترة قضيتها بالمرور شفت عجائب. تعليق من حمزة يقول السيطرات يردون عدد وطايحة براس الفقرة والشغلة الثانية عندك رقم ما عندك رقم تتحاسب وتروح للحجز.
خلونا نسمع مشاهدينا الكرام رأي السيد أبو سمية من الأنبار. تفضل يا أبو سمية، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد الكريم، بخصوص المقطع للمواطن الذي خدعته مرشحة الانتخابية، نعم، ومنحته منزلا ثم عادت واحتالت عليه وأخذت المنزل منه، نعم، وجربته. هذه الواقعة ليست بجديدة على شارعنا العراقي. يا سيد المواطن الذي تم الاحتيال عليه، لو نظرت إلى تاريخ سياسيين ومرشحين على مستوى العالم، لوجدتهم أنهم في كل مجال فساد تجدهم في المراكز المتقدمة، إما في المركز الأول وإما في المركز الثاني، وهذا بسبب فسادهم الذي لا يقف عند حد معين. وأنا أعتب كمواطن على أخي المواطن من هذه المدينة. يا سيد الكريم، ماذا يفعل السياسيون والبرلمانيون والمرشحون لكي تعرفوا أنهم لصوص؟ بل أنهم بتصرفاتهم تجاوزوا أخلاق بعض اللصوص. يوما بعد يوم سيد أبو سمية، يستغلون عواطف الناس ويستغلون حاجة الفقراء، يدخلون من الأبواب التي يعني يحتاجهم بها الفقير. مثلا هذا الشخص كان مشردا يحتاج إلى مأوى، يحتاج إلى منزل، دخلت له من هذا الباب، والبروباغندا والتصوير ونشرت في مواقع التواصل، وقد وفت بالوعد كما قالت، أوفت بالوعد، ثم بعد ذلك تظهر الحقيقة. السؤال هو أنه هل يعتب على المواطن المحتاج عندما يدخل له المسؤول من باب حاجته، مثلا ذوي المعتقلين، الفقراء والمحتاجين اللي دا يبحث عن وظيفة، يا أو يعني العتب دائما يكون هو على هذا المسؤول، أنه هو الذي يبدأها بالكذب والخداع، وهو الذي يصعد على أكتاف الفقراء والمحتاجين؟ على من العتب في هكذا قضايا؟ السيد الكريم، كما يقال العتب من المحبة، وأنا عندما أعاتب المواطن لأنني أحبه، ولكنني لا أعاتب السياسي. لماذا؟ لأنه وصل إلى الحضيض، فهو ما ترك بابا من أبواب الفساد إلا وطرقه، وما ترك مجالا من مجالات الفساد إلا وأبدع بها. فعلى المواطن أن يلجأ إلى منظمات إنسانية أو إلى أهل البر والإحسان. ونحن نرى في بعض الفضائيات أن أصحاب منظمات إنسانية وأصحاب قنوات يقومون بمشاريع خيرية أفضل مما يقوم به السياسيون المخادعون. لكن المشكلة شكرا جزيلا، المشكلة صراحة أن المسؤول هو صاحب السلطة، هو صاحب المال والنفوذ. المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني محدودة الإمكانيات مهما كانت لديها. بالنهاية السؤال هو أنه يعني هل المسؤولية تقع على عاتق هذه المؤسسات أم على عاتق الدولة، التي هي من المفترض بها أن توفر سكنا ملائما للناس، أن توفر حياة كريمة للمواطنين، أن توفر الخدمات الأساسية. يعني إذا كانت هذه المسؤولة التي هي تمثل الإطار التنسيقي في محافظة كربلاء هي مرشحة عن الإطار، بدأتها بالخداع وبدأتها بالكذب والتزييف، فماذا عن البقية؟ ماذا لو استلمت المنصب؟ ما الذي ستفعل هذه الناشطة؟ وهو ما يقودنا إلى طرح سؤال يتعلق بحكومة محمد الشيع السوداني التي هي نتاج الإطار التنسيقي. هل شاهدتم يوما هذا الإطار وهذه الأحزاب أخرجت شخصا نزيها شريفا وطنيا يخشى على مصلحة المواطن ويسعى إلى خدمة المواطن العراقي؟ هذه النماذج التي تخرج من الإطار التنسيقي لم نشاهد نموذجا حقيقيا يعمل بصدق وإخلاص. مشاهدينا، نكمل ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر، الخدمات في زمن حكومة الخدمات. انتقد ناشط من محافظة ذي قار عمل أحد المشاريع الخدمية في قضاء الشطرة، والذي يعاني من التلكؤ مما أعاق حركة المواطنين اليومية. لنشاهد. أنا هسه بشارع دبي منطقة الهورة اللي خلفها، عدد مرات ناشدنا وإجا المشروع، أكو مشكلة إحنا جايين نعانيها بمدينة الشطرة، إنه الشركات المحلية الموجودة بهذا القضاء حفر شارع كمله، طلعت الناس أملت خير، سوت لهم شاي، صفقت، عافى وراح. وأنت جايك شتى، أنت من المفترض الشارع تدخل بيه،
أترسع عمال ما أطلع منه. أنا مو أترك 20 يوم بهذا الحال وباكر مطر. وهاي رسالة للمحافظ ذي قار، للقامقام، للمهندس المقيم، الشركة اللي تشتغل بأي منطقة ما خليها تطلع، ما خليه يشتغل. لي راويني يا بانا اشتغلت حفرت وطفر الغير منطقة، طفر الغير الشارع. ماكو شركة اليوم ما عندها آليات وما عندها كوادر وما عندها مهندسين، شين انت تحفره؟ يعني هذا الموضوع منذ سنين جاي نعاني منه. احنا نفرح من نشوف شغل واي شركة تنزل تشتغل، احنا الداعمين إلها مو معارضين، ولا من جماعة اللي ينهون ولا من اللي يوقفون. بس يا اخواني من تجي مشاريع للشطرة اتابعها، ما خليها محفرة وانا مقبل على مطر وطين، ما يصير. فهذا المشروع تابعوه وخلي الشركة تنزل بيه تشتغله، مو تشتغل ساعة ساعتين يوم وطفر لعشرين يوم. هاي مذلة، هاي مني على العالم. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. نقل ناشط من محافظة المثنى معاناة أهالي منطقة العصافير الذين يشكون غياب الخدمات عن منطقتهم، لنشاهد. أنا من شغلتي، الشغلة الأولى هي الإنارة، عبارة عن ظلام، هاي كل الإنارة للبيوت وللجامع والأسينية اللي تصفها، هاي واحدة. القضية الثانية وهي الأهم، تبليط المقاول بلط الجهة اليمنى والجهة اليسرى ظلت اللي احنا حاليا بها متواجدين. ليش؟ قال ذيك تابعة لي وهاي تابعة للبلدية، أنا ما ماخذها. فمناشد السيد محافظ المثنى المحترم ومناشد البلدية ومناشد لكل شخص مسؤول بالمحافظة، هلا هلا العصافير يستاهلون أهلنا وناسنا وأخوتنا وأحبتنا، خصوصا إجا الأمطار، موسم الشتاء إجا كله موسم أمطار وغبار، طلاب شنو ذنبهم؟ هذا بالشتاء يصير عبارة عن فيضان، كل السيارات تتحول هناك، الطلاب تتحول هناك، لود صار ازدحام صار زحمة. مستمرون مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. ننتقل إلى محافظة بابل حيث ناشد مواطن الجهات المسؤولة بضرورة صيانة جسر المسيب الذي يعاني من الإهمال الحكومي مما تسبب بتفاقم الازدحامات المرورية. كما طالب المواطن أيضا بفسح المجال أمام الأهالي لصيانته على حسابهم الخاص في حال استمرار تجاهل الجهات المعنية لمناشدات صيانة جسر المسيب، لنشاهد. احنا اهالي المسيب، مدينة المسيب، نعاني من مشكلة جسر المسيب القديم، يعني من تجي تعبر الصبح ثلاث اربع ساعة ما تعبر، حتى البولفات مال السيارات المردت من وراء الطشة هاي. فالناشد المسؤولين من صغيرهم من مدير البلدية، فالطشة موتتنا يعني دمرت الولاية. ويعني احنا اهل المسيب اذا ما تصيحون انتم المسؤولين ومدير البلدية واي واحد مسؤول بالمسيب يسوي، احنا نسوي، احنا الولاية نشترك ونسوي، بس قطعونا الفترة اللي نصبه نسوي، يعني صبه مردتنا ما صايرة هاي. يعني انا اجي من كربلاء اعبر للمسيب اصل بربع ساعة، اعبر الجسر ثلاث اربع ساعة ما صايرة هاي. يعني جسر ثلاث امتار ما تعرفون نسويها، يعني هاي قهر على العالم. هاي مردة السيارات طشة كافرة بنص الولاية، جسر اللي تغنى عليه كل الأمة الإسلامية واحنا ما نعرف نعمره، ثلاث امتار جسر ما تعرفون نسوي طشة، هاي ما صايرة هاي بكل الدنيا هاي. فالناشد المسؤولين، ناشد مدير البلدية، اي مسؤول، هاي المشاريع اللي هي بنص المسيب ما تعرف تسوي هاي الطشة، يعني قاعدين يدسون الأدب فيهم. المردة الولاية يعني سيارات المردة تعبر الجسر ثلاث اربع ساعة ماكو حكي ترى، يعني وين راح تلفش العالم؟ هذا الجسر القديم؟ الجسر القديم مال المسيب، هذا الجسر مشهور ماكو غيره. مستعدين نسوي، احنا مستعدين نسوي العاد مستعدين، بس قطعوا لنا الجسر فتره نسوي، هي ثلاث امتار ما تاكل الا ثلاث كاس سمنت. الله اكبر، ما يصير. رجعوا الشبكه مالت الاوليه، ليش هاي الشبكه انشالت؟ وين راحت؟ بسبب شلتوا هاي الشبكه طق اللحيه ورجعت للطسه. يعني ما حد يفتهم، ماكو مهندس تفتهم، المهندس سواه ليشرف عليه، اللي يعبرون عليه المسؤولين ما يشوفوه، ما يقولوا معالات الناس هاي شنو؟ ترى ما صايره بكل الدول، يعني الجسر ثلاث امتار ما حد مسوي، طشه ثلاث امتار الطوله موافق احنا نسوي، احنا المدينه نسوي. نستعرض الان مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. حجي علي السعداوي يقول: لا اهتمام للمسؤولين في المسيب، كثره المطبات في الجسر وفي الازرق قرب حسينيه البوحمدان، وتسببت كثير بكثير من الحوادث، وتم مناشده البلديه
والتواجد إذن صاغية أو ماكو إذن صاغية لكم الله أهالي المسيب المظلومين. طيب علي يقول هاي الطاسة خلصت أو خسرت علي شو مسوي بالنص هاي الطاسة خسرت الدولة مليار، سولف لي على المليار وين راح، مو قبل سنة عمروه بمليار. طيب تعليق من سامي يقول حي الرسالة بلطت شوارعها سنة 2014 وهسه الشوارع تعبانة كلش وخصوصا المنطقة مقابل روضة العبير، من تمطر الدنيا تصير بحيرات وبالصيف التراب حدث ولا حرج. وتعليق من حمودي يقول تعال يمنا وشوف صار لهم أكثر من 20 يوم حفروا على النص وراحوا وهسه جاينا الشتاء والله ما أدري لو باقين على قبل هواي أفضل. نسمع رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، فضل يا أبو عبد الله حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد اللي يقول له اخونا هذا ابو المسيب يقول الناشد، انت لمن تناشد بعد بيتي انت؟ نعم. ايش تناشد؟ تناشد ناس حراميه؟ انت من حيقول شارع انصرف عليه مليار، مليارات مو مليار، مو بس انت، مو بس محافظه بابل، مو يعني محافظات العراق كلها ترى ايش مدوره، اخاف نوبات تطلع محافظات يطلعون ماكو الشارع الرئيسي مزين ومنظف وما ادري شنو، وانت من الطب جوا تلقيها خراب. السؤال ابو عبد الله انه ليش اليوم المواطن دا يلجا الى وسيله حتى يعالج بها المشكله، الا وهي الانفاق على المشكله من جيبه الخاص، شنو مجبوريته للمواطن؟ يعني السؤال هنا انه ليش دا يروح المواطن يسلك هذا الطريق بدل ما يسلك طريق اجبار الحكومه على تنفيذ المطالب؟ هذا المواطن العيسوي، هذا المواطن عراقي الشريف مع احتراماتي للعراقيين الاشراف، هذا مواطن عراقي الشريف يخاف على بلده. بس الجوي برا انت اذا تناشد، اما تناشد تقول له تطلع مظاهره ضد الشارع يقول لك انت كذا كذا ومخلي لك التهمه، يطالعون عليك ماكو جماعه هذول القمع ماكو يضربوهم بدخانيات يضربوهم بدخانيات. هي هالمشكله يعني هي المشكله من باب تعالج أزمة ولو بشكل ترقيعي مؤقت، من باب ثاني تفتح باب على المواطن يخلي هاي الحكومة فوق ما هي أصلا هاملة حياة الناس تهملها بالأكثر، تقول لك خلاص ما دام هم عندهم قابلية يجمعون فلوس ويصلحوها ويعمروها خلي هم يصرفون وأنا ألتهي بالفساد وبالسرقات. المواطن أيضا دي يفتح باب على نفسه من هذا الاتجاه. ما يخالف المواطن، احنا قبلانين أستاذ محمد بس خلي يشيلون مقاهي مال المرور مال الطرق والجسور. نعم. خلي يشيلوها والعالم عدس، خلي يشيلون مال الضريبة. يعني تطلع تحول اليوم يقصوا لك وصل ورا يومين هم يقصوا لك نفس الوصل. نعم. وهم يقول لك والله هاي جباية مال الدولة، يا دولة هاي وين عطوها ذن؟ صحيح. يعني يجي واحد عاد ماكو ناس تجمعها ماكو تجمعها ويجي واحد حوت كبير يبلعها كلها ويطوح. نعم. يا عمي المرور فساد، البلدية فساد، يعني استكمش كلها فساد فساد. صحيح. ونرجع ونقول مع احتراماتي للأشراف ومع احتراماتي للعراقيين الطيبين، الفساد هم بينا احنا الشعب العراقي. شلون؟ المفروض يطلع ماكو هذول يحطون بالحاوية أطوال الزبل. نعم. مع احتراماتي للشعب. شكرا جزيلا سيد أبو عبد الله من صلاح الدين. طبعا قضية تشمر المسؤول بالزبل صارت بأوكرانيا ويعني لم يواجه الشعب وقتها برصاص حي وبقنابل مسيلة للدموع تستهدف الرؤوس وقناصة وميليشيات، يعني كان الوضع مختلف عندهم، استطاع وقتها أنه يشمرون كم مسؤول بحاوية النفايات. بالعراق أنت وين تلقى للمسؤول اللي يمشي بنصرة المكون من عشرات السيارات ومسلحين أعلى تسليح، يعني عندهم إمكانيات ربما يحتلون دولة. أبو أحمد من سليمانية تفضل. السيد أبو أحمد من السليمانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا تابع الأخوة من كل محافظة يخابرون من بيخار ومن ديوانية ومن بابل. نعم. الحل من كل مكان. نعم. بس إذا أكو قانون ردع يرجع الى المقاول او التاجر او الشخص اللي معني
بالعمل اللي يشتغل ذاك المحافظة مثلا. طيب يعكو قانون إيه أجيبه حكمه أعطيه حكم أموال المنقولة والغير المنقولة. طيب هذا لو أكو قانون، لكن بما أنه ماكو قانون المفروض على المواطن شو يسوي؟ إذا ماكو قانون لعلك نناقش، إحنا بدنا نناقش في خالي بلاش. لا والله ما هي هاي النقطة. كلام ممتاز سيد أبو أحمد. يعني بما أنه بالعراق ماكو قانون باعتراف الأمم المتحدة وباقي المنظمات، تمام، وباعتراف المسؤولين اللي موجودين داخل العراق، هذا العامري قالها في مرة، قال احنا القاضي نضغط عليه ونجيبه ونوديه حتى يمشي قضايانا وحتى يحكم لصالح الأحزاب، تمام. طيب بما أنه دولة ماشية بهذا النهج، على المواطن شنو دور المواطن لازم في سبيل استحصال حقوقه؟ المواطن كل شيء يرجع وين براس المواطن. إذا احنا العامري إذا يجي بالقاضي لا، احنا شو نسوي بعد؟ إذا القاضي يجيبه قوة وذاك يجيبه في القوة وذاك يجيبه بال... يعني احنا شو نسوي؟ المواطن شو يسوي؟ وين يروح؟ وين يجي الوجه؟ مو انت اذا مشينا على النظرة الاستسلامية يا سيد ابو احمد، خلاص انت استسلمت لهؤلاء الوحوش، انت ورهنت حياتك وحياة ابنائك واجيالك اللي من صلبك لعشرات السنين لذول الفاسدين. زين انا من وعيت بعراق، والي من عراق. نعم. يعني من جدي ومن ابوي وهذا مواليدي يعني. نعم. ما شفنا شيء غير قال والقيل وأذية من هذول المسؤولين. شو راح نشوف بعد من الغالي يعني؟ جهالة راح نشوفهم. نعم. اللي يجون الأجيال اللي بعدي. نعم. نظل بس نشكي ونقول أنا البث المقاول وهذا المسؤول وليك الشارع وهذا الشخص وذاك الفلان وذاك الحزب. يعني بعد المطلوب المواطن شو يسوي؟ وين يروح؟ وين يجي الوجه؟ بس نبدأ صراحة هذا الموضوع يعتمد بعد على المواطن. إذا هو دي يشوف كل هاي الأمور وما مقتنع أنه هو ينهض، ما مقتنع أنه هو ينتفض يتحرك يطيح بهؤلاء الفاسدين، رضى أنه يعيش بهاي الذلة والمهانة يتحمل. شيء يقولك مادة أربع إرهاب وهذا كان بحثك هذا كان فلان فلان. أنت لا تتوقع راح يواجهوك بالورود، لا تتوقع راح يواجهوك بأغصان الياسمين، أنت راح يواجهوك بالرصاص الحي. صدقني أي مسؤول بعراق إذا في دواجهة يمكن إذا تواجهها يمكن في سنة سنتين ما تواجهها. هاي واحد. ثاني إلا المواطن هو يسوي شيء، وإذا دفع من جيبه الخاص يقدر يسوي شيء. بس اللهم هل تريليونات والمليارات وين يروح؟ المن يروح؟ لبنان، تركيا، سوريا، وين يروح؟ جهالهم وين؟ اللي نفسهم جهالهم وين؟ اللي مصروفهم المسؤولين وين؟ مصروفهم وين؟ يقدر يصرفون. أشكرك حاجة. شكرا جزيلا يعني سيد أبو أحمد من السليمانية، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. الأجوبة بسيطة واضحة وهم يعني معروفة لدى الجميع سيد أبو أحمد، وأنا أعرف أنه أنت دا تسأل سؤال يعني أنت تعرف جوابه. المسؤول اللي عندنا بالعراق من وزير الصحة، خلينا نقول من رئيس الجمهورية، لكن خلينا نقول مثلا وزير الصحة على القطاع الصحي، إذا تمرض وزير الصحة العراقي إذا تمرض ما يتعالج بالعراق لأن ماكو مستشفيات بها خير، يطلع برا. وزير التعليم إذا يريد يعلم أبنائه في العراق يعلمهم برا، لأن التعليم في العراق خارج التصنيفات الدولية، تمام. المسؤولين عندنا بالعراق لما يجمعون شوية فلوس بخلاف غسيل الأموال اللي دي يسووه من شراء عقارات داخل بغداد وغيرها، يشتري ممتلكات ومباني وعمارات وشقق برا، لأن يعرف أنه هناك دول نظيفة، بناء جيد، دول متقدمة، حتى باشر عقبة يروح ينهزم لها. أبو علي من الديوانية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله صحيح ما تحدثت فيه صحيح، والله. نعم. والله هو هذا الصواب. نعم. ثاني شيء يقولون على الشعب العراقي أن يطلع، على الشعب اللي يطلع الفقراء الطالب بحقه. نعم. إلى فوق الأحزاب وفوق الميليشيات مصرطين العشائر. أصف شيء أعطيك عبارة يعني حادثة عندنا صارت في ناحية غمات في الديوانية. نعم. طلعت المظاهرات الطالب بخدمات وصحة، سوى المدير الناحية جاب قرايبه بصوا المتظاهرين، ما جاب التدخل السريع لأن هاي ملك لهم. نعم. هل يسمع السودان هاي الحوادث في الديوانية؟ وكل نعم. عشيرة عندها محافظة على ناحية إلها تابعة لها، مثل ما يقول صدر الدين القبرش يقول أحسن من بلاد العوجز تحكمكم. لا عمي، أنت بكل ناحية وبكل محافظة حتى سوى أولاد العوجز
نعم. صارت الحاجة كانت بعيدة عن مثلاً حاجة صارت بكلنا عيوم كل محافظة. نعم. وثالث شيء يقولون دبوا الوزراء الباكران يدبوهم بالحاويات الزبالة. أي. احتاج الله ولا خاطف عن من عندنا لا عم احنا شعب دبوا الحاويات الزبالة دولة السفلة. احنا طحنا بحاويات الزبالة لا خدمات لا هاي. طيحة إننا انتخبنا أو انتخبنا ناس ما تستحي لا تملك لا دين ولا مذهب ولا الشاشة ويقولون لك مثل يفوزك من الكذاب صدق كثير اصدقوا كلمات من يقولون احنا خطينا احنا وافقنا وجاي هسه انتخابات مجالس المحافظات هم هسه راح نشوف الطوابير اللي توقف على صناديق الاقتراع لا وادي لا انتخب الكذب ولا انتخب لي من عندهم دولة واحد لا وادي لو بالساعة السوداء اللي انتخبت فيها الزبالة هاي شكرا جزيلا سيد أبو علي من الديوانية أنا أكتفي بحضرتك وأعتذر منك لأن الوقت شارف على الانتهاء خلونا نكمل مشاهدينا الكرام مع مواضيعنا ونأتي طبعا هم صراحة ما بقوا شيء بالعراق ما فضحونا به لكن خلينا نتكلم على قضية الفضيحة الدبلوماسية الجديدة التي حصلت اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي قدمته الأردن يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة فورا وبدون عوائق طبعا في الوقت الذي اعتمد القرار بأغلبية 120 عضوا ومعارضة 14 عضوا امتنع 45 عضوا عن التصويت من بينهم العراق الذي طالب ممثل العراق في الجمعية العامة للأمم المتحدة طالب لاحقا بتغيير تصويت العراق من ممتنع إلى موافق لماذا؟ قال بأن الامتناع جاء بسبب خطأ في منظومة التصويت لدى الأمم المتحدة طبعا هذا التصريح أثار سخرية للناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من جهل ممثل العراق في التصويت وآليته وطرح سؤالا مهما ألا وهو لماذا حدث هذا الخطأ التقني مع العراق فقط دونا عن بقية الدول دعونا نستمع ما الذي قاله تعديل تصويته على مشروع القرار الوارد في الوثيقة A/ES/10/L.25 لصالح القرار وأكرر تغيير التصويت ليكون لصالح القرار وذلك لوجود خطأ في منظومة التصويت في حينه صحيح عموما خلونا نشوف مشاهدينا الكرام التعليقات فارس يقول فيلم هندي رديء الإخراج بعد انتهاء التصويت القانوني وإعلانه لا يمكن تغيير النتائج هكذا يوضحه قانون التصويت في أي محفل كان فكيف إذا كان التصويت في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة موقف مشين ويعكس كل نظام حكومة أو كل نظام حكومة الإطار ومزايداتهم السياسية ياس يقول دومكم فاضحين تعليق لدينا من علاء يقول هاي كلها صوتت بس احنا عندنا خلل فني شوف شلون وأثير يقول الظاهر منظومة التصويت هاي مثل منظومة التصويت مال الانتخابات مالتكم مخترقة ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة أنت ترى وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم مقطعا مصورا لأحد المواطنين من بغداد وهو يشكو معاناته عند مراجعة دائرة الأحوال المدنية في منطقة الكرادة بسبب تأخير فتح باب الدائرة لإنجاز معاملات المراجعين حيث يؤكد المواطن أنه تم تبليغهم بمراجعة الدائرة عند الساعة 2 ظهرا ولكن باب الدائرة أغلق حتى الساعة 4 وسط تجمع المراجعين أمام البوابة دعونا نشاهد هاي الدائرة مال مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة دزونا رسالة باستلام ساعة 2 وهاي الساعة بعد الساعة 2 لحد الساعة 6 وهاي الساعة 4:15 هم ما موجودين ها ماكو معزلين وكل شيء ماكو والله تعبتوا كل هاي المراجعين موجودين هنا شرقية
ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة إنفوغرافيكس. تطبيق أكس قام بحذف حساب اليوتيوبر السعودي ماهر موصلي، وذلك بعد نشره مقطعا عن المجزرة والجرائم أو المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. وقام هذا اليوتيوبر بمقارنة النازية مع الصهيونية، وقارن بين هتلر وبين نتنياهو، وكذلك تحدث عن دور هوليوود في تصدير صورة مغايرة للحقيقة عن الصهاينة. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام هذا المقطع من إنتاج صانع المحتوى السعودي ماهر موصلي. The crimes the Jews went through by the Nazis. Millions of people around the globe empathized with the Jews because of these movies. And the slogan has borne, never again. The irony, today, the same people who went through this tragedy are implementing the same crimes on an isolated population in Gaza. In Gaza, thousands of innocent teenagers like Anna Frank being killed every day. And thousands of fathers like Guido are dying protecting their children. And thousands of talents are killed just like the famous pianist. Hitler is not dead. He just changed his face. His war crimes still live to this day and executed by the Zionist Netanyahu. What is happening in Gaza is not fiction or propaganda. It's an absolute ethnic cleansing. And in 50 or 100 years, Hollywood will make movies documenting these crimes. It's just business. We don't need movies to tell us what is happening. We can see it. Just wake up and see it. طبعا استمعتم مشاهدينا الكرام إلى هذا الحديث، وفكرة الحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير هي كذبة حقيقة، كذبة يعني مصطنعة لا توجد في أي مكان في العالم. مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تحارب كل من يحاول نشر أي شيء عن ما يحدث في فلسطين المحتلة، تحاول حجب المقاطع وحجب التوثيقات التي تخرج من القطاع، من النشطاء، من الإعلاميين، من كثير من الجهات التي تتحدث عن هذه الجرائم وهذه المجازر. اليوم يثبت العالم للأسف الشديد أنه يعني غير عادل، المجتمع الدولي غير عادل، يعني لا توجد أي تحركات جدية لإيقاف هذه المجازر، هذه الانتهاكات ضد المدنيين في قطاع غزة. لا يوجد أي مصداقية بطرح القضايا. المجازر التي ترتكب من قبل الاحتلال تسمى دفاعا عن النفس، في حين الدفاع الحقيقي عن النفس ومحاولة استرداد ما هو مسلوب من قبل الفلسطينيين يسمى إرهاب. ويعني حقيقة هذه هي المعايير التي تحكم العالم للأسف الشديد. ولكن سيستمر السعي في سبيل كشف الحقائق، في سبيل إيصالها إلى من لم تصله بعد، بسبب هذه الآلة الإعلامية الدولية التي تحجب الحقيقة عن المشاهد. طيب، بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.